تنضم معنا عبر الهاتف كوتش شيماء شلتوت. اهلا وسهلا فيكي يا كوتش، سعد صباحك. اهلا بيك يا شادي، صباح الفل. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. يا رب لك الحمد. شيماء، احنا كنا قبل كم حلقه بنتكلم عن ضروره اهتمام الست والمراه بنفسها في الحياه الزوجيه علشان يعني تحافظ على زوجها وبيتها، بينما مظبوط. الرجل ايضا لا يهرب من الموضوع. عندنا اليوم نقاط رح تشرحيها طبعا في هذا الموضوع. طبعا، دي حقيقة فعلا. كل اللي سمعونا الحلقة اللي فاتت كانوا مستنيين الحلقة بتاعت النهاردة عشان ينتقموا من الرجالة. ابحري وعيشي انا معاهم. طيب، هو اولا الراجل عليه عامل كبير جدا زي الزوجة برضو في العلاقة الزوجية او نجاح العلاقة الزوجية. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على الاهتمام بالشكل الخارجي وبالاهتمام بالنفس داخليا برضو بالنسبة للزوجة، وده بيأثر ازاي على العلاقة. نفس القصة بالنسبة للراجل. في رجالة كتير ممكن يشتكوا ان الست مش مهتمية او ايا كان، ولكن هو كمان بيبقى ممكن برضو يكون مش مهتم، وممكن زوجته بالعكس تكون مهتمة بنفسها جدا ولكن هو اللي مهمل جدا في شكله في نظافته الخارجية. فأول حاجة لو هنتكلم على الشكل الخارجي او الاهتمام بالشكل الخارجي، فطبعا مثلا النظافة زي ما الست المفروض تكون مهتمة بنظافتها وريحتها تكون كويسة، برضو الراجل يكون ريحته كويسة، لانه في كتير رجالة مثلا مدخنين فيجي يقرب من زوجته لكن ريحته كلها دخان، هي تكون متضايقة من ريحة، فلازم يهتم بالموضوع ده. ريحة البق عاملة ازاي، ريحة لبسه عاملة ازاي، ريحته عامة عاملة ازاي، لازم تكون مهتم بيها. الأظافر برضو زي ما قلنا للست، برضو الراجل مهم جدا انه يهتم بالحاجة زي دي. الجسم، انه يكون مهتم بشكل جسمه، يكون بيلعب رياضة، يكون شكل جسمه كويس، ما يكونش دايما صاري يعني بكرش وجسمه مش كويس وعمال ينتقد في زوجته. هو كمان لازم يهتم بشكله الخارجي. لبسه يكون مرتب في لبسه سواء جوه البيت او بره البيت. فالشكل الخارجي ده يعني لا خلاف فيه انه لازم يكون شكل بريزنتبل او شكل مهندم، ما يكونش شخص شكله مبهدل. طبعا الراجل دايما يقولوا الراجل مش بشكله، ولكن مش لازم الشكل هو الـ ما يكونش يعني وسيم زياده عن اللزوم او كده، ده مش معيار في الراجل ولا حتى في الست، ولكن يكون مهتم بشكله كنظافه ويكون منظم ومرتب في لبسه. والاهم من ده داخليا يعني يكون مهتم بنفسه. زي دي اهم حاجه، ان هو الراجل لو عنده حياه خاصه والست ليها حياه خاصة، ده بيريحهم نفسيا، فبيبقاش عندهم الضغط بتاع ان احنا لازم نكون 24 ساعة مع بعض. فلما بيهتم الناس داخل يعني يكون ليه حياته، يكون بيلعب رياضة، يكون ليه اصدقاء، يكون ليه نشاطات بيعملها هو مع نفسه، حتى الزوجة بتبتدي توحشه. فان هو يهتم بنفسه ان يكون ليه وقت خاص ليه، ده مهم. لان في زوجات برضو بيحبوا ان الراجل دايما يكون معاهم، لا ما تخرجش وما تعملش وليه بتروح مع صحابك، لا عايزك دايما معايا. فلا، للست وللراجل الاثنين لازم يكون ليهم حياة خاصة بتاعتهم هم، وبيكتموا مع بعض في الاخر، هم شركاء في الحياة فهم بيكتموا مع بعض، ولكن كل واحد على حدة لحياته الشخصية. انه لو عنده ضغوطات في الشغل يطلع اللي جواه. الرجالة برضو عندهم مفهوم بالذات يعني من التربية بتيجي انه راجل لا ما يتكلمش، لا ما يعبرش عن مشاعره، لا ما يبكيش، لا ولا ولا. فالراجل بيبقى متربي، حتى مش بس العرب، حتى الرجالة الاجانب متربيين انه الراجل ما يعبرش قوي عن مشاعره مش زي الست. فالراجل ان هو يهتم بنفسه داخليا، ان هو يعبر عن مشاعره ويتكلم مع زوجته. حتى كنت عاملة بوست عن موضوع التعبير عن المشاعر، انه يعبر عن مشاعره، ودي مهمة جدا بتقربهم من بعض. لو هو متضايق منها في حاجة بيقولها اول باول، وهي نفس القصة، فما بيبقاش فيه مشاحنات اللي هي على ابسط الشيء ما بيحصل. ان هما لو كاتمين المشاعر جواهم على اي مشكله بسيطه تلاقيها بتكبر 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 لغايه لما تتحول لمشكله كبيره جدا، وهنا بيبتدي يبقى في جاب بين الطرفين. فانه بالظبط، فبيبتدي يهتم بنفسه داخليا، انه يهتم ان هو يطلع مشاعره ويعبر عنها ويتكلم عنها حتى لو مشاكل في الشغل او اي حاجه تانيه. ان هو برضو يشوف اذا مثلا في حاجة بيحب يعملها ولكن بسبب الزواج متوقف عنها، زي مثلا رياضة او ايا كان، زي ما قلنا برضو ان هو يبتدي بالعكس يهتم بيها ويلجأ ليها. يمكن الاثنين يتشاركوا مع بعض شيماء، يعني بالعكس يروحوا جيم مع بعض او يمشوا مع بعض او في البيت. اكيد، بس برضو يشوف في العلاقة، اي علاقة حتى لو اصدقاء، يعني لما بيبقوا دايما مع بعض بيبتدوا يحسوا بملل. ده شيء طبيعي، يعني ياخد سبيس، مساحه ما بنفهموش بالظبط. يعني تحس اللي هو ليه هو ما بيبقاش معايا، لا هو حابب يبقى معاكي، بس الراجل بطبيعته غير الست. الراجل عقلاني اكتر من الست، ما بيمشيش ورا مشاعره قوي زي الست. يعني حتى في طاقه الست غير طاقه الراجل. صحيح. الراجل بيحب يقباله السبيس بتاعه او وقت فراغ بتاعه، هو يبقى يعني وقت خاص ليه هو، فما فيش معنى انه يكون ليه وقته خاص والست برضه ويهتم بنفس
بين قوسين، ما يعيب بس في الست ويقول هي وهي وهي طبعا لازم وانت ما يهتم شاء الله لنفسه، يهتم عليك. ببيته، يهتم بزوجته، ده ضروري يعني. الراجل عليه عامل كبير جدا. دايما نقول الست هي مراية يا سلام، لمعاملة جوزها ليها. لو الست شايفاها ناجحة وشايفاها مهتمية بنفسها يبقى أكيد جوزها مريح، ونفس القصة بالنسبة للراجل. وراء كل رجل عظيم امرأة. يا لو عين. الست مريحة في بيته أكيد هيكون مرتاح في شغله وناجح. شكرا ليكي كوتش شيماء شلتوت، دائما حساباتك موجود فيها كل الحلقات. شيماء كوتش شيماء شلتوت صح؟ شيماء لايف كوتشنج. لا اوكي، شكرا ليكي وان شاء الله ميرسي يا نلتقي جدي، خير. باي شكرا باي، يسعد ايامك. شكرا.